من موقع الدفاع إلى الهجوم انتقل الجيش السوري والقوات الرديفة في دير الزور بعد صد أكبر هجمات تنظيم داعش على المدينة ومطارها العسكري. تمكنت القوات السورية من الهجوم شرقا من جهة المطار المحاصر وحي هرايش وتحديدا من محور لواء التأمين الإلكتروني، وغربا من اتجاه المطار. مع هذا الهجوم أحرزت القوات السورية تقدما استعادت على إثره أكثر من نصف المساحة التي اخترقها تنظيم داعش في منطقة المقابر والمعامل. فاتوا على المقبرة والمقبرة صفت مقتل لهم، وإحنا هالساعتين أنتوا شفتوا إحنا عم نقدم إن شاء الله يوم والثاني راح نكون مفتوح الطريق، والمقبرة صارت لهم وعدهم قتل ما يقارب 1500 قتيل، معناته الأعداد اللي هاجمت دير الزور زغد. العملية العسكرية تتواصل بهدف تحرير كامل منطقة الخرق الذي أحدثه داعش عند هجومه العنيف منذ شهر تقريبا. مقاتلو التنظيم يحاولون شن هجمات معاكسة استطاع الجيش السوري والقوات الرديفة صدها، في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر عسكرية أن العملية مستمرة حتى إعادة فتح الطريق بين المطار العسكري والمدينة. عم نتابع التقدم، وخلال فترة قصيرة جدا نتواصل مع رفقاتنا في القطاع الشرقي من المدينة. الأمور بشكل عام جيدة، الطيران كان له ضربات فعالة جدا 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 ومؤثرة. الجيش السوري أرسل تعزيزات إضافية لتحصين مواقعه في المدينة، فيما يواكب سلاح الجو السوري والروسي العمليات العسكرية بغارات تستهدف مواقع مسلحي داعش وتحركاتهم ومخازن أسلحتهم.